انطلاق قطاعات الجيش باتجاه محافظة نينوى للبدء بعمليات نوعية تهدف إلى قطع خطوط الإمداد لداعش من محاور عدة، أهمها قطع طريق المسلحين بين الموصل والرمادي باتجاه الفلوجة، بالإضافة لقطع خطوط إمدادها ما بين العراق وسوريا. هذا ما أكده وزير الدفاع خلال جولة تفقدية لعدد من الفرق العسكرية. تفقد حركة قطعات الفرقة المدرعة التاسعة باتجاه تكريت، لأننا سنشرع إن شاء الله بعمليات جديدة أخرى باتجاه شمال تكريت وجنوب الموصل، وهذه الاستحضارات مضى عليها أكثر من أشهر، والقطعات مفرزة لهذه العمليات، ونعتقد في هذه العمليات أن خطوط الإمداد باتجاه الفلوجة والأنبار وكذلك تكريت ستقطع ما بين الموصل وهذه المناطق وكذلك ما بين سوريا وهذه المناطق. إعداد المقاتلين وتدريبهم بما يناسب المعركة وتجهيزهم بأحدث التجهيزات العسكرية الحديثة أمر آخر ساهم برفع معنويات الجنود والمساهمة بفعالية لتطهير الأراضي من مسلحي داعش. متقدمين على الواجب إن شاء الله، وواجبنا وين ما كان إن شاء الله نأدي بصورة صحيحة. الحمد لله جهزونا تجهيزات كامل، الأسلحة والعتاد الحمد لله، القادة يأمروننا وين ما كان إن شاء الله بأرض العراق كله شبر شبر إن شاء الله نرجع ونرجع عوائلنا، نرجع العوائل النازحة إن شاء الله بعون الله تعالى. كل التدريب بس اللي أخذناه كلها حرب شوارع وتدريب سيارات مدرعة وأسلحة تقنية جديدة كلها، يعني ما عندنا شيء يعوزنا. أخذنا خطين، الخط الأول اللي هو باتجاه مخمور على الفرقة 15، والفرقة التاسعة زائدا لواء 92 باتجاه تكريت. من اتجاه تكريت راح ننطلق ان شاء الله القياره ونأمن قياره وان شاء الله الموصل بحال الله. انطلاق عمليات جديده مدعومه بالعده والعدد من قبل الجيش قد يسهم فعليا بتقليص مده تطهير الاراضي من مسلحي داعش، خاصه بعد الانكسار الواضح الذي بات يعيشه التنظيم على خلفيه الخسائر الكبيره الاخيره وفقدانه العشرات من مقاتليه في الانبار وصلاح الدين. من محافظة صلاح الدين منير الجبوري، المدى.